السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. جماعة قبل لا نبداو ما تنساوش البارتاج وتفعيل الجرس باش نطيحوا هذا التبليغات اللي راهم على القناة شوبير ديزاد، تبليغات تاع حشرات ضارة برك. هذا مكان يعني لا يريدون، ماشي باغينا نوصلوا كلمة الكلمة الصحيحة. سبحان الله، هذو راهم هذو بانوا لكم، هذو بانوا في الكذب، غادي ما يجبوش يهضروا لكم الحقيقه. اتمنى شنو ما يكذبوا عليكم، قاعد بتلهم معكم طق طق طق، مازالوا يكذبوا عليكم لليوم. يعني كما شفت انا خونا فيكتور راه دار تاع سبيشال وان، راهم كشفوا هذاك مسيلمة الكذاب. يعني يهضر قال لك والله ما على بالي، قال لك الاتحاديه جابت يوتيوبر داخل في المعسكر ومنه ولعبها. يهضر هذاك مسيلمة شتا عند خونا فانيك بيكتو، شفتها عند اخوك سموه سبيشال وان، راني شفتها عندهم. يعني لعبها يهضر وقال له هذا المدرب مازال ما تمركش على خطه واحده وعلى تشكيله واحده. انت تعرف تشكيله وتعرف، إذا أنت راجل طلع معايا لايف في كاش مباراة نطرح لك أسئلة، قول لي كي راهم يلعبوا، فما كتبان لما تعطي بنتها. يعني قاعد تشكيلة من قال لهم باللي راهم جابوا يا واحد الخبيث. نهار اللي بغينا نلعبوا كونت جيبوتي في مصر 2021، كونت جيبوتي في مصر نعطيك حتى سكور، بحنا طروقة حق ما بلايلي ضيع بيناتي فماك في مصر كونت جيبوتي. مشي يوتيوبر مصريين فماك دايرين الهول على فماك، على ما تهدرش فماك على ما تهدر، على سكت كل مرة. انتوما مشي كانت المنتخب الوطني عنده تربص في السويد، وروحتوا دخلتوا اللوتر ودخلتوا للملعب والناس تتريني ومنا وكلش، مع داتكم طاطاكم صوفيا داتكم واو لا. انتوما كي واليوم جاي تهدر يا ولد الخبيث، بالله فماك بالله راني موراك نأدبك، والله لا أدبتكم. ولي خاصو التسريبات بيسمع التسريبات في التيك توك شوبير ديزاد، روح فما تسمع التسريبات تاوعهم روح. وين ما تنساو جماعة البارتاج، بارتاج ماذا بكم بارتاج. وين يستعد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ولي تصادي لترشح الانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة والمقرر شهر مارس من العام المقبل، وهي الخطوة التي يدعمها رئيس الكاف باتريس موتسيبي ونائبه الأول سانغور، وذلك من خلال تصريحات مسؤولين بخصوص أحقية تواجد الجزائر وعودتها للمكتب التنفيذي للهيئة الكروية القارية. الناس اللي كانت تضحك على وليد صادي، قال لك وليد صادي عمره لا خدم، بصح انتم والفتوا ما تمدوش الحقيقه برك. هذا ما كان وليد صادي، كان منسق ما بين الاتحاديات الافريقيه والاتحاد الافريقي لكره القدم، كان منسق بيناتهم. هذه باش تعرفوها مليح للناس، ما يبوش يهضروها لكم الناس، ما يبوش يهضروها لكم. كان في الاتحاد الافريقي، كان خدام من 2008 حتى 2017، هو منسق ما بين الاتحادات الإفريقية. هذه باش تدخل لكم مليح في رسالكم. وعد من نقرأ يقرأ عند الحاج محمد راوراوة، ومازال لليوم يقرأ عند الحاج محمد راوراوة، مازال لليوم يقرأ عند الحاج محمد راوراوة لو دروا سبورتيف. على بالنا ما تبغوش تسمعوا هذه الحقيقة، على بالنا ما تبغوش تسمعوها. وكاينه وشايه وهدرتها لكم وزاد هدرها لهواري فانيك، راهي كاينه وشايه وكاين اللي راهم يمدوا كل تحركات تاع وليد صادي، كيما ذاك ذاك اونسيا جوار تاع سطيف، هذاك اونسيا تسمو تاتام ولا باتام باتمان ولا ما كعيطوا له. يعني عندي تسريب نهار الانتخابات تاع الجمعيه العامه اللي هنا في الجزائر، كان يعطيهم كاع التحركات، يعطي ذاك المسيلمة الكذاب كان يعطيه كلش. ما عندي يهضر معاه كلش، يقول له هاوي بيروحوا واش كاين، هاوي نجتمعوا، هاوي مع من نجتمعوا، هاوي راهم يجتمعوا، هاوي راه منا من. كان يعطيه كلش، يعني يعطيه بالكذبه حاجه ماشي صح. وانايا كانوا يعطيو عندي التسريبات في ذاك الوقت، يعطيه منا بطيح عندي منا. اما انا نقول لكم كلمه ونعاودها لكم جماعه، وليد صادي كان على بالو كاع شتا راه هذاك شتا راه يدير، كان يغلطوهم يغلطوه، كان يغلطه.
الا رايح للغرب يعاود يولي لها الشرق، يدور له ويعاود يقضب الشرق. راه رايح للغرب، راه جاي هنا للغرب. هيا هذاك طمطام باتمان هذاك اللي عم داير هكذاك، كان يلعب مع ستيفا، لعب ماتش مع ليكيب ناسيونال مع ماجر. ماجر مي قالوا له على جبته، قال له مودي بابه دار فيا خير. على هذيك نقولوا بلي هذا كان يعطي معلومات بصح كانت غلط، كلش غلط، ما كانش حاجه صح. راك تشوف كيفاش وين يخطط رئيس الفاف وليد صادي لتحقيق احد اهدافه المعلنه بعد وصوله لمبنى ديال ابراهيم قبل حوالي سنه من الان، ويتعلق الامر باستعاده الجزائر مكانتها في الكاف وهيبتها في عالم المستديره القاريه من خلال الترشح لحجز مقعد في المكتب التنفيذي للهيئه الكرويه بعد فشل سابقه في تحقيق ذلك، إذ تشير المعطيات إلى أن صادي يرغب بشدة في تجديد ذلك خلال انتخابات تجديد النصفي المقرر يوم 12 مارس المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي الخطوة التي وصل صاداها إلى رئيس الاتحاد القاري للعبة جنوب إفريقي باتريس مونتيبي، والذي عبر عن دعمه للعودة الجزائر للمكتب التنفيذي لهيئته، وصرح لموقع أفريكا فود يونايتد الجزائر والناطق باللغة الفرنسية في هذا الشأن: لديهم تاريخ كروي نفتخر به، ودائما ما كان المنتخب الجزائري من أفضل المنتخبات الإفريقية، قبل أن يضيف على هامش النهائي كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية بمدينة الغردقة المصرية: نحن في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نقدم دعمنا لجميع الاتحادات الإفريقية، وأنا مقتنع أنها ستستعيد في المستقبل القريب بارقها السابق. وتابع: أتمنى دائما الأفضل لكرة القدم الجزائرية والشعب الجزائري، قبل أن يوجه رسالة تحمل الكثير من الآمال للجزائريين. قال فيها: أنا متأكد أن كرة القدم ستعود إلى الواجهة قريبا. ومن جانبه صار نائب الأول لرئيس الكاف ورئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم سانغور على نفس النهج باتريس مونتيبي حينما رحب بعودة الجزائر لمكتب التنفيذي للهيئة القارية، وتابع بالقول لنفس المصدر: في اعتقادي من الأفضل أن تكون أكبر دولة في كرة القدم الإفريقية حاضرة ضمن الهيئة الكروية التنفيذية. وأضاف: حضورها هو الأمر منطقي لأنها من أكبر البلدان في القارة الإفريقية، كما أن مثل هذه الدول لديها الموارد والقدرات على تقديم القيمة المضافة لكرة القدم الإفريقية. وقال: بالنسبة لي شخصيا أتمنى حضور يعني الجزائر في الهيئة التنفيذية كما كان عليه الحال دائما، وأبرز الجزائر دائما ما تميزها بمسؤولين تميزت بمسؤولين كبار يعني مثل الحاج محمد راوراوة الذي تعلمنا منه الكثير، ونحن بحاجة لهذه اللمسة في دائرة قرار بالمكتب التنفيذي. هذه ما سمعتوهاش، خاصة وين هذا سانغور يعني نهار اللي دا كوب دافريك قال لهم نهديها للحاج محمد راوراوة. ونعتبر بأن الحاج محمد راوراوة هو الأب الروحي لكرة القدم الإفريقية، لقد نضل من أجل إفريقيا وجلب لنا يعني يكفيه بأنه هو صاحب القانون باهاماس الذي استفادت منه جميع المنتخبات الإفريقية لحد اليوم، وهو مشكور على كل هذا العمل الكبير الذي قام به في السنوات الماضية. وهذا والهدف كما صرح أيضا رئيس الكاف باتريس مونتيبي: على كل حال لا يوجد أي شخص داخل الكاف يرفض فكرة عودة الجزائريين إلى المكتب التنفيذي. وتلقت يعني تصريحات أربع مسؤولين في الكاف لتؤكد رغبة يعني وليد صادي في استعادة مقعد الجزائر في المكتب التنفيذي للهيئة القارية بعد غياب منذ سنة 2017 عندما تعرض الحاج محمد راوراوة إلى مؤامرة من داخل الجزائر. وهو آخر من شغل منصب قبل نهاية عهدته في نفس السنة، وبعدها لم تتمكن الجزائر شخصي يعني تمكن كل الشخصيات التي ترشحت لهذا المنصب، خاصة وين شهدنا وليد وين تعود زميلي قال لك استنى دوسي تودر في الصحراء تاع ليبيا، تودر في الصحراء تاع ليبيا، زاد يقصروا على الغاشي لهذاك بهلول، وموراها جاهد زويزب قال لك داروا لنا مؤامرة
قال لك داروا لنا مؤامره هاد الناس هادو وما هضروش حنا هضرنا خويا وما بيهضروا هذه هي كل شيء جاي في وقته كل شيء جاي في وقته كل شيء يجي في وقته خويا تقلقوا ما والو